صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 16 لسنة 2020 بتعيين مدير بمجلس احتياطي الأجيال القادمة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. جاء فيه يعين الشيخ علي بن سلمان بن علي آل خليفة مديرا لإدارة الاستثمار بمجلس احتياطي الأجيال القادمة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.